السلام عليكم. في 2012 تم تعيين الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران اللي كتجمع 39 وزير. واش الجالية المغربية القاطنة في بروكسل عندها فكرة على أسماء الحكومة المغربية الحالية؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوه جميع من خلال هذا الروبورتاج. أجيو معايا. بغيت نسولكم واش كتعرفوا شحال كاين ديال الوزراء الحكومة المغرب؟ نو علاش ما كتعرفوش هاد المسائل اللي كتهم البلاد؟ جامي في اتونسيون. وانت؟ جامي في اتونسيون سي جي با بخال ديكول. منين تينا اختي؟ انا من كازا دار بيضاء. مزيان. وانتينا؟ تيتوان. متشرفين. بغينا نسولكم واش كتعرفوا شحال كاين الوزير ديال الحكومه ديال المغرب؟ لا نو بابا لا عارفه كاين بزاف ولكن شحال ما عارفاش. بالنسبه لكم كجاليه مقيمه بلجيكا اين وزاره اللي مقربه لكم؟ مينيس دو لترانجي. مينيس دو افير اترانجير ومينيس دو لاكستيريور دي شوز كوم سا كونسولا. سي تو. ما كوني با غران شوز. شحال خصك تسمني؟ سمينو سفيان الشريف ذا مغربي زي الحسيمه تعيش في بروكسل ببخي عرين 11 سنه فوالا. متشرفين. زاكي شكوما؟ نيش ضم غرابي سمينو ابراهيم بوغابا زي الحسيمه. متشرفين. زيكم مرحبا زي الناس الحسيمه. نزوشكم نسقسى نهار غنجي الموضوع وزراء المغرب. واش تسلم شحال يجا لوزراء الحكومه المغرب حاليا؟ حاليا الرقم نيشان 60 شي ولكن قام 60 بعض الوزراء مثلا محمد مبدع ديني يجن الوزير الشباب والرياضة السابقة وزين ونلقيه الكارثة من الكراطة ذيني مزوار هذا ما ينفع انت تم شوي سبوليتيك وإنما روخا أني الحكومة روخا حاليا نجنق المغرب خمس قارو رقا نقا زعما تقاش نتحاج تصبح انت الصوت روخي الجالية المغربية تعيش ظروف نغييني خاصة المغرب بعد أنا كاين السيزواسين اللي تعيشن نتوارا الوعود نينان ودي نولز كيمان اللي ماني نقيم داور خطوريقين وها روقا ماذا مغيني مالا نسيق بوليتيك المغرب قداك سوار الطاس صراحة فرانشمو بلا ما ديري واقع شي حاجة بعد أنا كاين روقا أصلا 20 ساعة ورساس غروبا طمات الحرية من ماس ميزاري كود بالنسبه خفينو كشخص شو ديتو راه شي الوزير يقرب دو غطاس سوق خفينو ماشي تعمم اذا المره ودينتو راه شي الوزير يعني من وانتو واش التقدم يعني من كواد ثمية ولا صوت رقم مضرات غير قنصلية اذا انت ديال المغرب انت فعاد دي شي حاجه ناروين فهم ماشي يعني ماشي التغيير نقشيني لي زوبستاكل دائما راه قندير فهم نو Non, en fait, on n'en a jamais parlé, ni à l'école, ni à où j'aimais, nulle part. On m'a jamais parlé de tout ça, les ministres au Maroc. Ça m'a... Et ça m'intéresse, allez, ça m'intéresserait si on m'en parle ou quoi, j'écouterais. Mais sinon, on m'en a jamais parlé. Je ne sais pas beaucoup de wizara. Je suis en Médinès, Belgique, à Bruxelles. Il y a 39, je crois, ou il y a 39. Je ne sais pas. رامي سي رامي سي مزوار بيرو من العديد نساولي من الاسف وسمحوا لي ممكن 39 وزير بين وزير ووزير منتدب. واش تقدر تعطينا خمسه ديال اسماء الوزراء؟ كاين نبدا بوزير بوزاره الهجره كاين بيرو كاين في الخارجيه كاين مزوار كاين في الناطق الرسمي لدى الحكومه كاين مصطفى الخلفي في الشباب والرياضه كاين السكوري وكاين في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه التوفيق هادو خمسه غير بالنسبه لهاد الخمسه اللي عطيت. بالنسبه لكم كجاليه مقيمه في بلجيكا اين وزاره اللي كتهمكم؟ كنظن انا بالنسبه للجاليه بالنسبه انا راني هنا غير كسائح اما الجاليه فتعلق الامر بوزاره الخارجيه والهجره هادو هما جوج وزارات اللي كنظن كيتعلقوا بالجاليه. المغرب بلادي كنعرف شويس وما كنعرف شي بزاف مي كوم السياسه ماشي بزاف نو فرونشمون با دي تو حتى بن كيران واقيلا ما كنعرفوش علاه ما دوبي كوني ماروك ال برومي دي شوز مي الفي ريان دي تو اي
on le voit même pas ses réactions, on voit rien du tout. Même le Parlement, mais quand je vois l'eau, qu'il y a d'air, mais qu'il y a une eau. Non, mais quand on a fait un film. وشنو هو السبب اللي كيخليك ما كتتبعش السياسه المغرب باسكو كي بروميونا الحاجات بالحق ما كيعملوهمش الوغ شاك فوا كنقول له استغطيح وما كطيحش يعني ما عنديش شي حاجه اللي غتخليني نتبع هذا الشيء هذا يعني فوالا شحال بالضبط ما نقدرش نعطيك ولكن نعطيك جوج ديال الاسماء بن كيران والسي الوردي وكنتمنى نعطي واحد الميساج لوزير الصحة نقول له واحد الكلمة أنا الله يخليك بقى دير شوية ديال الكنترول على السبيطارات ديال المغرب رحنا في واحد الحالة مزرية راه نقولوا الأغلبية ديال الناس علاش كنهاجروا حنايا المهاجرين علاش كنهاجروا البلاد ديالنا علاش كنجيو لهنا للغربة راه الأغلبية كيهاجروا غير على الصحة هنا الصحة وزارة الصحة هنايا كيعطيو الأهمية للناس المرض ماشي فحال المغرب وحنا راه الأغلبية الشعب ديالنا راه ما كاينش راه كاين المتوسط وكاين تحت المتوسط الفوق المتوسط راه كتعرفوه